مساء الخير جميعا ومرحبا بكم معنا في حلقة يوم الأحد. بغيت نسولك واحد السؤال وتكون معايا صريح. واش عمرك دخلتي في نقاش مع شي واحد في أن ديبا في شي حفلة ولا مع أصدقاء ولا في شي مجمع عائلي أو ولا في الخدمة، دخلتي في نقاش مع شي واحد وكتلقى راسك أنك تبلوكيتي وما كتعرفش تخرج الأفكار اللي عندك في الداخل ديالك؟ يعني أنت عارف في الداخل ديالك أنك معك الحق وعارف ان غيمكن لك تقول جوج ديال الكلمات غادي توقف هذاك السيد اللي كتناقش معاه عند حدو، ولكن كتخربق وما كتعرفش الكلمات كيفاش يخرجوا لك، ما كتعرفش تخرج الكلمات، ما كتعرفش تعبر على داكشي اللي كتحس به، وبالتالي هذاك الشخص كيتغلب عليك. يعني كيقدر يبان هو عنده الحق اكثر منك، يقدر يبان قاري عليك، يقدر يبان هو اللي معاه الحق، يقدر يبان ضحيه وانت اللي داير المشكل. يعني هاد النقاشات اللي كتعرضوا ليها في الحياه ديالنا اليوميه في الخدمه وفي العائله ومع الاصدقاء مساله مهمه ومهمه وخاصك تتقنها، وهذا هو الهدف من هذا الفيديو. هذا هو غادي نعطيك بعض التقنيات باش ما تبقاش تخرقوا لك الافكار وباش ما تبقاش تبان صغير اللي جاي يطيح منك. لان كيف ما تتعرفوا شنو هو الاهميه ديال انني خصني نعرف نجيري لو ديبا ونتفوق في لو ديبا، ماشي هو تبان واعر. لو ديبا شي حاجه اللي خاصك تعرف تجيريها باش تعبر على داكشي اللي كتحس به وباش تابوزي شخصيتك في المجمع اولا مع شي واحد اللي كتهضر معاه. هنا ما تتكلموش على انك تبان واعر ولا تبان قاري ولا تبان قافز، وعلى ذكر انك تبان قاري وتبان قافز وتبان فاهم، خاصك تفهم واحد المساله. تعلم تقنيات ديال النقاش، كيفاش نجيري النقاش وكيفاش نردع الشخص اللي كيتناقش معايا بالافكار ديالي، ما كتعتمدش على شكون اللي عنده المعلومات اكثر، شكون اللي عنده الدبلومات اكثر، وشكون اللي فاهم اكثر. وهنا كنشوفوا بزاف ديال الاشخاص دافعين الجبهه، ما كيفهموا لا في السياسه لا في الرياضه لا في الطبخ لا في حتى شي حاجه، ولكن الا حطيتيه مع اي واحد اختصاصي في هذه المجالات هادو غادي يقدر يبان هو اللي فاهم هو اللي واعر. علاش؟ لانك يستعمل بعض التقنيات اللي ما عندكش انت. داكشي علاش المساله ديال التفوق في النقاشات، كان نقاش مع الزوجه ديالك على المصروف ديال الشهر، كان نقاش مع الاولاد، كان نقاش مع الشريك ديالك في العمل كتحاسبوا على شي حاجه، كان كيف ما كان هذا النقاش هذا في القهوه في الدار في الحفله، كيتعتمد ما كيتعتمدش على المعلومات اللي عندك وعلى واش عندك الحق، لان الحياه غير عادله. كون كانوا كاع الناس اللي عندهم الحق هما اللي كيتفوقوا في النقاشات، كون رحنا في واحد العالم جميل وما فيهش هادشي اللي كتشوفوا هنايا، ما فيهش تفارق الطبقات وما فيهش هذا كيموت بالجوع. هذا دونك خاصك تعرف ان الحياه غير عادله وخاصك تعرف كيفاش تدافع على راسك. الوغ كاين ثلاثه ديال التقنيات اللي خاصك تبدا تخدم بهم، اللي بسيطه وغنعطيهم في هذا الفيديو هذا، واللي غادي يجعلوا منك واحد الشخص وحش في اداره النقاشات، وكل شيء غادي يولي يضرب لك الف حساب كل ما يدخل معك في النقاش. وفاش غادي تكون داخل في نقاش مع اشخاص اخرين المره الجايه قدام صحابك ولا قدام العائله ولا في القهوه ولا في الحفله ولا في العرس، غادي يتفاجئوا فيك وكلمتك ما غاتبقاش تطيح للارض من الان فصاد عيدا. غير طبق هادشي اللي غادي نعطيك في هذا الفيديو هذا. التفوق في النقاش مساله كتعلق بلو سافواغ اتر ديالك، بالكاريزما ديالك، كيفاش كتجري المشاعر ديالك، كيفاش كتقدر تتحكم في الدس ديالك، وكيفاش كتقدر تعبر على داكشي اللي كتحس به بواحد الطريقه سليمه ومفهومه باش توقف الاخر عند حده. وكيف ما جرت العاده حنا دائما تجبد لكم مواضيع من القاع الخابيه، ما تنساوش تدعمونا، ديروا جيم لهذا الفيديو هذا باش يطلع، وبيان سور ما تنساوش ان كاين اليوم البلاك فرايداي 80% كاينه على دوره الذكاء العاطفي، ما عمرنا نزلها 80%، 48 ساعه فقط وغادي ينتهي العرض ديال البلاك فرايداي 80% على دوره الذكاء العاطفي. الناس اللي ما عمر جاتهم الفرصه انهم يستافدوا منها فما كاينش فرصه اللي غتكون احسن من هذه مستقبلا، عندك 48 ساعه باش تستافد من العرض. غادي نكمل. خاصك تعرف واحد المساله، فاش كنكونوا في نقاش مع واحد الشخص كان موضوع كره، الدين، السياسه، هادو هما المواضيع المستهلكه دائما واللي كتلقى بزاف ديال الناس كيفهموا فيها، اولا كان موضوع نقاش على شي حاجه اللي فاكتويال، شي حاجه عابره، يعني على الفلوس، على شي شركه في شي بيع وشراء، على شي مصروف ديال الشهر، ثلاثه ديال الامور اللي غادي تطبقها اليوم. كان نقاش شي ديال شي واحد بغى يسخر منك، كان نقاش ديال شي واحد بغى يطيح منك، كان نقاش بناء، غادي هاد ثلاثه ديال التقنيات هادو غادي يمكن لك تطبقهم باش تفوق فهاد النقاش هادو تولي وحش ان مونستر دو ديبا. اول حاجه فاش كتكون كتناقش مع شي واحد كتكون داير في بالك اوتوماتيكمون انك باغي تسكتو
انك باغي تقنعو، يعني باغي تقنعو وباغي تمشي ضد داكشي اللي كيقول. مثلا المعيشه في المدينه احسن من المعيشه في الباديه، وانت غادي تجي تنقص وغادي تحاول تقنعو وتقول لا المعيشه في الباديه احسن من المعيشه في المدينه. ما تطيحش في هذا البياج كلاسيك، لان هذا البياج هذا كيدل على انك واحد الشخص ضعيف في النقاش، وكتكتفي بالتفاعل وكتخلي هو اللي يجري النقاش. هنا شنو خاصني ندير؟ طبق هذه التقنيه هذه، كان اكسبتي لي بروبو ديال داك الشخص، كنتفق معاه وكنواجهه بهذوك الكلمات اللي بغى يقنعني بهم. نبقاو في نفس المثال اللي عطيتكم، المعيشه في الباديه ولات احسن من المعيشه في المدينه، لان عندك الطبيعه، عندك الكالم، عندك الهواء النقي. المدينه فيها الصداع والطوموبيلات وجري عليا جري عليك الى اخره. ها كيفاش خصك تجاوب نتايا؟ خصك تشد داكشي اللي قال لك وتستعملو ضده. متفق معاك، راه هذاك الصداع ديال المدينه وهذيك جري عليا جري عليك وهذيك قوه البشر هي اللي كتعطي الحياه ولا فيبراسيون للكوتيديان ديالنا، هي اللي كتخلينا اننا كنديروا شي حاجه وكتخلينا اننا نتقاتلوا. لان ما يمكنش انت حياتك كامله تبقى في الكالم وفي الهواء النقي. فاللي كيعطي الجماليه للعيش في المدينه هو هذه الحياه اللي فيها. شنو درت هنايا؟ هذاك الشيء اللي حاول المؤسس اللي كنتناقش معاه انه يقنعني به على اساس ان المعيشه في المدينه خير من المعيشه في الباديه، لان فيها الصداع وفيها الناس بزاف الى اخره. شديت هاد لي زارغومون هادو ديال الصداع والناس الى اخره ورديتهم مساله ايجابيه. دونك هذه هي خصك تتعلم، ما تهربش من لارغومونطاسيون، تفق معاه في هذيك لارغومونطاسيون ديالو واستعملها ضده. هنا دابا عطيتكم مثال تافه ديال شكون اللي احسن المدينه او الباديه. دابا غادي ندوزو لواحد الحاله حقيقيه ديال نقاش حقيقي كان وقع في راديو مارس واحد 4 سنين دابا، فاش استقبلوا الصحفيين ديال راديو مارس الرئيس ديال نادي الوداد البيضاوي اللي هو سعيد النصيري، استعمل معاهم نفس التقنيه ديال انهم حاولوا يحصلوه بواحد لارغومون. قالوا ليه بانك انت حطيتي شيك بسميتك وبسميت ولدك في الخزينه ديال الوداد، وهما عند بالهم انهم غادي يزيروه بهاد لارغومون هذا. صدق هو ما تهربش من السؤال ديالهم، قال لهم افيكتيفمون حطيت الشيك بسميه وسميه ديال ولدي، هادشي جعلني انني نقد الوداد من الازمه لان الوداد ما كانش عندها فلوس. دونك هو ما هربش من السؤال، اتفق معاه في السؤال، اي حطيت الشيك بسميت ولدي واستعمل داكشي اللي بغاو يزيروه به على اساس انه سي ان افونتاج. نخليكم مع هذا المقطع هذا ونرجعوا. كيف ما تشوفوا هنايا الصحفيين ديال راديو مارس بغاو يزيروه على اساس راه جريمه بان راك انت فيك الدغول وحطيتي الشيك ديال ولدك في الخزينه ديال الوداد وهذه اهانه للنادي الى اخره الى اخره. هو ما تهربش من هذيك الهضره، ما تزيرش ليهم، وقال لهم بان افيكتيفمون حطيت هذه لان الهدف عندنا هو اننا خصنا نقضوا الوداد من الازمه. دونك هذه التقنيه الاولى، تقبل هذاك الشيء اللي بغى يعارضك به الشخص اللي كتناقش معاه وردوا كانه مساله ايجابيه، يعني تافق وتنص. النقطة الثانية هي وضع فخ للشخص اللي كتناقش معاه وطيحه في التبرير، خليه يبرر، لأن كيف ما تتعرفوا أي واحد كينوض يبرر كيبين على أنه فكرشو العجينة أولا ضعيف في الداخل ديالو، وهذا الشيء كيطيح من لاكريديبيليتي من المصداقية ديال الشخص. كيفاش غادي يمكن ليا نطيح الشخص اللي كنتناقش معاه في أنه بدا يبرر ليا ويبان دري صغير ويفقد المصداقيه ديالو؟ تو سامبلومون باستعمال السلاح ديال تأنيب الضمير، لان كيف ما تتعرفوا الانسان اللي كانوا ضد يبرر هو واحد الانسان تيعبر على واحد المعاناه كيعيشها في الداخل ديالو وكيحاول يبرد على قلبه، وهذه المعاناه هذه كتكون غالبيه الحالات هو شعور ديال تأنيب الضمير. نعطيكم مثال، علاش عزيز الدورات ديالك غاليين؟ كنهضر على الدورات الحضوريه في الفندق، علاش ما ديرش الدورات هادو مجانا الا كنتي كتبغي ولا تشعب؟ دونك هاد الكلام هذا اللي ولا كيتستمع اللي ولا كنسمعوه مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي على اساس شي وحدين كيخولوا راسهم هما ولاد الشعب وانت ماشي ولاد الشعب،
وهنا نصيحه غادي نعطيها لك ما عندهاش علاقه بالموضوع، اي واحد يستعمل هذه الكلمات ديال الشعب حنا ولا الشعب هذه حدي راسك منه. الناس اللي تيقولوا هذه المساله هذه تيحلم واحد تيحاول يتناقش معايا في هذه القضيه هذه تندير ليه التقنيه ديال تعنيف الضمير. اسمعني مزيان، انت مثلا علاش تدير الدورات، علاش الدورات ديالك غاليين كيكونوا في لي زوتيل، علاش ما ديرش هادشي ولاد الشعب؟ كيفاش غادي نبين ان داك الشخص الاخر كيخربق وغادي نطيحو في التبرير؟ غادي نجاوب بالطريقه التاليه، غادي نتفق معاه على انه معاه الحق وغادي نسكت لانه تيخربق تو سامبلومون. باش غادي نجاوبو؟ غادي نجاوب بالطريقه التاليه: واو هادشي اللي قلتي انت فكره واعره ديال انني ندير الدخله فابور، ما كانش طاحت لي في بالي. نوعدك ان انطلاقا من اليوم غادي ناخد احسن اوتيل في كازا، غادي نخلص واحد 100,000 درهم، وغادي نعيط على التريتور، التريتور رحال، وغادي نجيبو بحال هكا، وان شاء الله غادي ندير الدخله فابور، واخا انا ما عندي لا دعم عند الدوله لا حتى شي حاجه، واخا هادشي كبد ليا واحد الخساره ماليه، واحد العناء، واحد شهرين ديال الخدمه، بقى لي غير على خاطرك. انطلاقا من انت بجواب ما تتهربش، ما تتهربش، لان بزاف ديال الناس اللي تيحاولوا يستفزوك في النقاشات هما اشخاص كيخربقوا، وانت شنو كدير؟ كتنوض تبدا ترد هذاك التخربيق اللي تيقولوا على انه بصح ولا تيبيجيك، الوغ ما تبيجاش، دير تعني بالضمير. اي يا سيدي والله الا هذه فكره ذكيه، والله الا ديباسات التخيل ديالي، غادي نخسر واحد 20 مليون، دير الدخله فابور ويجيو الناس يتفرجوا، مع العلم ان ما كاين حتى شي واحد كيدعمني، غادي نجبد فلوس من جيبي. مزيان؟ وها تبقيتي على خاطرك. مثال اخر في تعني بالضمير، شي واحد مثلا قال لك جي خدم لي شي حاجه وعطاك شي ثمن ماشي تلال، شي ثمن ما كرهتيش تعايرو ولا تضحك عليه، قال لك مثلا غادي تخدم لي شي حاجه ب 2000 درهم مثلا، وهذيك الحاجه ساويه اكثر من 2000 درهم، باش غادي تجاوب؟ ما تناقش معاه، اي كلامك هو الكبير اسيدي، 2000 درهم وغادي نخدم لك هذه ونخدم لك هذه ونخدم لك هذه، لان هذيك 2000 درهم تبارك الله راه غادي نمشي نشري بها ابارتمان، وغادي نمشي نقري بها ولادي في بريفي، وغادي نمشي نسافر بها لاحسن مكان في العالم. الله يجازيك بخير، الله يجازيك بخير اسيدي، والله الا هذا كرم كبير. دونك اش غادي يدير هذا؟ ما غاديش يفهم الجواب ديالك، اش غادي يخلي؟ غادي يخلي يبدا يطيح في التبرير، يبرر ويحاول يعطي المصداقيه لراسو. هو الوقت اللي غيبقى يعطي المصداقيه لراسو غادي يبان صغير، وغادي يبان انه كيخربق. ان شاء الله غادي نخسر واحد 20 مليون على واحد الدوره هنا في احسن اوتيل كاين في المغرب، وجي جلس فابور والبياته والبسطيله والرفيسه، وسير وقول لي الله يرحم الوالدين. خايبه، واخا حنا ما عندنا لا دعمنا حتى شي حاجه. صافي، هذه دابا تسميت كندير مزيان مع ولاد الشعب. دونك يمكن لك تستعمل هاد النقطة ديال تأنيب الضمير ودفع السيد اللي كيتناقش معاك في التبرير. وهنا غادي تجي النقطة الثالثة اللي مهمة بزاف في بعض النقاشات، ما تبقاش تطول وما تبقاش تعطي النقاش أكثر من الحجم ديالو، واستعمل ما يسمى لوبوزيسيون فرونتال. شنو هي لوبوزيسيون فرونتال؟ هي كتكبر الصغار، وكتجي هذاك الشخص اللي كتهضر معاه من الآخر، وكتبين ليه بأنك أنت كتخربق، يعني موضوع ما يستاهلش ندخل معاه في النقاش، ما غيستاهلش ندخل معاك في النقاش في هادشي، يعني كتبين لهذاك الشخص تقدر بعض المرات تسميه تقول انت كتخربق الا بالك كيخربق، لان الا بقيتي كتعطي تغاسيوناليزي او لا تتحاول تناقش واحد الفكره اللي هي اصلا عبيطه، فراك انت كتولي عبيط وغطيح المستوى ديالو، وغادي يشتف عليك، وبالتالي غادي تبان صغير. الوغ هنا غادي نرجعوا للمثال للديبا اللي كان وقع في راديو مارس ما بين الصحفيين ديال راديو مارس والرئيس ديال الوداد سعيد ناصري، فاش الصحفيين غادي يسولوه وغادي يقولوا ليه انت دخلتي واحد المدرب ما عندوش كونطرا ما عندوش لاغريمون ودخلتيه لو بونتوش يدرب الوداد، هاد المساله هذه غير قانونيه وكتعاقب على الجامعه وكتعاقب على حتى لا فيفا. الصحفي سول سعيد ناصري قال ليه واش السيد المدرب اللي كان عندك ديك الساعه واش كان عنده كونطرا؟ سعيد ناصري بان لي هذا هضره عبيطه، لان ما يمكنش واحد رئيس يشري راسو الصداع ويدخل مدرب ما عندوش كونطرا. ولكن الجواب ديال سعيد ناصري استعمل ما يسمى لوبوزيسيون فرونتال، يعني جاء من الاخر وقال ليه سؤال بليد. هذا نخليكم مع المقطع. يا سيدي راجع
قال لي انا ما جايش عندك، جاي عند الراديو لان عندي معهم شراكه ديال الاشهار. دونك شنو دار هنايا الرئيس ديال الوداد؟ جاوب واحد الجواب ذكي ورد جوج ديال الصحفيين، ردهم لبلاصتهم بما يسمى الاوبوزيسيون فرونتال. يعني بعد مرات خاصك الا بان لك شي واحد تيقول سؤال، كيقول شي حاجه بليده، قول ليه خويا سؤال بليد هذا ما تخليش تجري، بان لك كيخربق قول ليه كتخربق، بان لك كيقول شي حاجه ماشي هي اللي قول لي اسمح لي راه انت كتقول ماشي هو هذاك، علاش ما عرفتيش عليا العرس ولا علاش ما عرفتيش عليا العيد ميلاد؟ اسمح لي تتولي انت تعرض عليا عاد غادي نعرض عليك، ما تبقاش تحشم. لوبوزيسيون فرونتال متتبعين الاوفياء. دونك كانوا هادو هما ثلاثه ديال التقنيات، كيف ما جرت العاده كنطلب منكم تشوف الفيديو وتعاود تشوفه الى 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 عندك شي تعليق ولا عندك شي حاجه بغيتي تقولها لا كتبها لينا هنايا. ما تنساوش بارطاجيو الفيديو هذا مع الماكسيموم ديال الناس، وما تنساوش 80% اللي كاينه ديال البلاك فرايداي بخصوص غير دورة الذكاء العاطفي. الا كنتي باغي الدورة ديال الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي حاليا ما فيهاش تخفيض، ولكن يمكن لك تستافد منها، كاينه واحد 30% يمكن لك تستافد من الدورات بجوج، الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي. هذا ما كان بخصوص الحلقة ديال اليوم متتبعينا الاوفياء، شكرا على المتابعة، كان معكم عزيز افكار، سلام الفيديو.